السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. هدف عمر السومة على الاتحاد الأجمل في موسم 2019 متفوقا على هدف سالم الدوسري على النصر وهدف حمد الله بالقادسية. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. انتهت أحداث الموسم الأكثر إثارة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد صراع طويل بين الأندية استمر حتى الجولات الأخيرة إلى أن نجح النصر في خطف اللقب، وتزينت مباريات الموسم المنقضي بإحراز اللاعبين للكثير من الأهداف ما بين المميزة والحاسمة وأحيانا ما تكون قاتلة، وتمتع بعضها بالطابع الجمالي الذي نال إشادة من جميع الجماهير. وحسبما ذكر موقع دوري بلس، لقد اكتسع هدف الدولية السورية عمر السومة في مرمى الاتحاد التصويت الذي شارك فيه أكثر من 99 ألف مصوب بنسبة 52% كأجمل أهداف الموسم 2018-2019. أما عن وصف الهدف فلقد مرر الرأس أخضرية جاني تافاريس الكرة لزميلي حسين المقهوي الذي أرسل كرة أمامية إلى السومة استقبلها على الطائر من حدود منطقة الجزاء وسددها بمقصية متجاوزة جميع مدافعي الاتحاد لتهز شباك العميد، واندفع لاعبو فريق الاتحاد تجاه حكم المباراة مشيرين بأن الكرة لمست يد السومة ومطالبين للعودة إلى تقنية الفيديو، وما دفع المعلق فهد العتيبي لإطلاق تعليقه الأشهر هذا الموسم: عيد يا مخرج عيد يخرب بيتك. وبعد عودة حكم المباراة لتقنية الفار عاد ليؤكد صحة هدف السومة ويعلن تعادل الأهلي مع الاتحاد بنقطة غالية لينفجر ملعب الجوهرة المشعة تصفيقا للمهاجم السوري. وتفوق هدف السومة على منافسي هدف لاعب الهلال سالم الدوسري في مرمى النصر والذي حقق نسبة 34% من عدد الأصوات، وجاء ثالثا هدف لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله في مرمى القادسية بنسبة 8%، يليه هدف لاعب الهلال بافيتي بيجوميز في مرمى الاتفاق بنسبة 3%، وحصل على نسبة 1% كلا من هدف لاعب الاهلي ديجاني تافاريز في مرمى احد وهدف لاعب الرائد عبد الله الشامخ في الاتحاد وهدف لاعب النصر احمد موسى في شباك القادسية. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.